بعث صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقيه تعزيه ومواساه لفخامة فخامه الرئيس محمد الناصر رئيس الجمهوريه التونسيه الشقيقه وذلك بوفاه فخامه الرئيس البهجي قايد السبسي رئيس الجمهوريه التونسيه السابق وقد اعرب سمو فيه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لفخامته وللشعب التونسي الشقيق ولاسره الفقيد الراحل سألنا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته